اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده حابب يكون لها طعم تاني، ولكن بتكلفه قليله جدا تقدري تعملي الاكلات اللي نفسك فيها. في اكلات بنشوفها في بعض المنيوات او بعض المطاعم المشهوره بيبقى سعرها غالي جدا، نشوف الماتيريال بتاعها والمكونات بتاعتها بنلاقيها قليله جدا، يعني بقيمه ماليه قليله، بس الخبرة الطهوية هنا هي اللي بتعلم من قيمة الطبق. زي مثلا طبق كوردون بلو، كوردون بلو ده بيتعمل بالفراخ وله حشوات مختلفة، بعد بيحشيه لسان، لحمة باردة، مشروم وهكذا. أنا النهاردة هعمله بطريقة بسيطة وسهلة، كوردون بلو بالمشروم، ونشوف أسرار عمل الوايت صوص أو صلصة المشروم أو الكريمة، هنشوف نعمله مع بعض إزاي، لأن ده أساسي فيه الكريمة اللباني والزبدة والمستردة. التلات حاجات دولت هما عنوان الصلصة بتاعت الكوردون بلو. معانا طبق مكرونة النهاردة بالبتنجان. البتنجان إحنا يا عم شافيه محددين إقامته ما بين بتنجان مخلل أو مسقعة البتنجان، إنما نشوف البتنجان مع الباستا مع المكرونة بالتأكيد هتكون شخصيته أقوى من شخصية المكرونة. هنشوف نعمله مع بعض إزاي، ولازم يكون بتنجان عروس أبيض وأسود. معانا سلطة لطيفة النهاردة، سلطة الكرنب. سلطة الكرنب بالجزر أو سلطة الكولسلو معروفة في بعض المطاعم، لما بنخرج بره مع أولادنا بناكل الكولسلو بتاعنا بيتعمل بالزبادي أو المايونيز. النهارده أنا حابب أعمله بطريقة جديدة النهارده، سلطة الكرنب بالجزر. هيكون عاشق ومعشوق ما بين زيت زيتون وعصير حامض، أكيد هيكون لها طعم تاني غير لما نعملها بالمايونيز أو بالزبادي. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن في تفاصيل كتيرة النهارده في الحلقة بتاعتي، لأن التكلفة المالية لها قليلة جدا، ولكن الخبرة العملية والخبرة الطهوية كتير قوي. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، التفاصيل عندنا، ولكن مهم جدا انك مطبخك يكون رايق وتبقى انت عارفه داخل المطبخ تعملي ايه. اشتريت المقادير بتاعتك او الماتيريال، ناس يا مشروم ناس كريمه لباني، ولكن عايز اعلمك حاجه النهارده مهمه جدا. في بدايل، يعني الشيف المغازي النهارده هيعمل الكوردون بلو بالمشروم، طب ما لقيتيش مشروم ايه البدايل بتاعته؟ حاجه لطيفه خالص، ممكن تعمليه بالخضار، ممكن تعمليه بالجزر، ممكن تعمليه باللحمه البارده، باللانشون، زي ما انت حابه. لما بقول كوردون بلو يعني اساسا عندنا صدر الفرخه بيتفتح زي الجيب ومقاديره على الشاشه، عباره عن صدور فراخ معانا مشروم ومعانا مستارده ومع كريمه لباني وتوم طبعا كميه حلوه وزبده. المقادير بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، تقدري تكتبيها ورايا او تسجليها زي ما انت حابه او تصوريها بالتليفون على السريع. صدور فراخ، كريمة لباني، مشروم، وما ننساش طبعا الزبدة والثوم والليمون والمستردة أساسي عندنا في الصلصة بتاعت البيكاتا. تعال نشوف مع بعض هنعملها إزاي. أول حاجة بحضر الفراخ، مهم جدا صدور الفراخ أحضرها. باخد صدر الفرخ المحترم ده كده، اللهم صل على النبي، بالشكل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ إن احنا نشيل الموزة اللي موجودة هنا ونخليها على جنب، ونفس القصة تقدري تعمليها كريسب لأولادك، تقدري تدخليها مع المشروم في الحشو، ده اختياري برضو بالشكل ده كده أهو. طب أنت هتعمل إيه يا شيف؟ أنت بتنصحنا بتقول كذا وكذا وكذا، أنت هتعمل إيه مع بعض؟ آدي صدر الفرخة، باجي هنا كده شوفوا معايا، بفتح الجيب ده كده اهو. المطبخ الفرنسي مشهور بالطبق ده، الكوردون بلو، شايفه كده اهو، واكون حريص وانا بفتح صدر الفرخه بالشكل ده كده اهو. ده التحضير اللي انا بقول عليه، المزبلاس يعني اهو. شفت صدر الفرخه مفتوح ازاي؟ بالشكل ده كده اهو. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري اهو، فتح صدر الفرخه كالجيب بالشكل ده كده، ونفس القصه اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه ونفس القصه فتحنا كده حلو قوي بالشكل ده كده، ونفس الموضوع في الثالث
معروف كردون بيقول لازم فراخ. شايفين بالشكل ده كده تمام. ناخد بقى الصدر ده كده او الموزه بتاعت ده نقطعها كده بالشكل ده كده. حابب ان انا اعملها في الحشو او ادخلها في الحشو بالشكل ده كده حاجه جديده يعني. ولكن انت ممكن عندك ولادك اطفال صغيرين تاخدي الموزه الحلوه اللي كانت معانا من شويه وتتبليها وتعمل لها حاجه كده كريسبي تبقى لطيفه وجميله. معانا من زيت الزيتون معلقه، اللهم صل على النبي اهي. ومعانا من المشروم طازه، ما لقيتيش مشروم طازه هتجيبي مشروم معلب عادي خالص، بس تشوفي تاريخ الصلاحيه ده مهم جدا. معانا فص ثوم حلو زي ده كده، اللهم صل على النبي. بناخد صدور الفراخ بالشكل ده كده نحطها. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب كده يا عم الشيف. المشروم بتاعنا الحلو ده كده بنحضره. يا نعم لا ما ينفعش يا غالي، بيقول لي المشروم ده ينفع نحشيه طري؟ لازم نحضره بالشكل ده كده. التقطيع دي مهمة جدا عشان لما افتح صدر الفرخة وانا قاعد باكل كده اشوف المشروم جواها، اعرف ان الحشوة هو هنا مشروم. التوبنج بتاعها مشروم، ممكن يكون لحمة باردة. المشروم ده معانا مشكلة معاه لما بيستوي بيبقوا شوية قليلين، يعني هم شكلهم كتير قوي كده. شفت المشروم ده كده زي الفل. الفراخ اخبارها ايه؟ تستوي على النار، شوية زعتر حلوين كده مع الفراخ وهي بتستوي. شفت الجو ده كده عشان ريحة التوم. ونقلب كده يا عم الشيف، هو ده ده اختياري. صدور الفراخ او صدر الفرخة او الموزة بتاعت الدجاجة دي لما انا خدتها وحطيتها مع الحشوة ده اختياري. ننزل بالمشروم بتاعنا اللطيف ده كده الله. طبق جديد يعني في شغل شوية طبعا في المطبخ الفرنسي بيحطوا طبعا الخل البلسمك، بعض الصوصات اللي هي بيحبوها، ولكن انا بعمله بطريقة لطيفة هنا هياخد خفة الدم المصري. انا تبلت الصدور الفراخ بالتومة والمشروم، البهارات بتاعتي ملح وفلفل يا عم الشيف بالشكل ده كده، وكمان شوية ملح محترمين حلو قوي. وناخد من المستر ده هنا معلقة، الله ريحة بقى هنا موضوع حلو قوي زي الفل يا عم الشيف. هنعمل ايه بعد كده؟ هنجهز الفراخ هنا نتبلها تتبيله كده سريعه بالشكل ده كده وانا واقف بعمل خلطه حلوه كده. شوفي هعملها ازاي وانت معايا، اهم حاجه عشان الزفاره بتاعه الفراخ ما تبانش. باخد من التوم ده معلقه مستارده، حلو قوي يا عم الشيف. شويه الملح التمام، شويه الزعتر التمام، دي خلطه كده علشان الزفاره بتاعت الفراخ بعد ما تتحشي ما يبانش فيها. ده مهم جدا على فكره. عصره ليمون معانا، اللهم صل على النبي. باخد الخلطه دي يا عم الشيف زي ما هي كده. ده يعني ايه؟ محلول حمضي او عصير حمضي او تتبيله حمضيه فيها المستارده والليمون. بتشوي فراخ هتحشيها هتعملها سكالوب، التتبيله دي سريعه عباره عن اوعى تحط زيت خالص تاخد صدر الفرخه ده كده كمان الله. عصير ليمون مستارده بالشكل ده كده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. الفراخ هنا بقى هيبقى طعمها جميل جدا واخليهم في الخلطه دي كده شويه. واخد الحشوه اللي انا حضرتها وجهزتها دي كده زي ما هي، اللهم صل على النبي. اخدها هنا تبرد شويه، الله ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الجمال ده، شفتي ده الكوردون بلو، ده مشروم وفراخ. خلي بالك اللي ما حضرتش معانا من الاول واللي جايه متاخره
واللي فتحت التلفزيون متأخر لازم تفهم ان ده عبارة عن مشروم وفراخ، حاجتين مع بعض. ولكن تقدر تحط مشروم بس؟ اختياري. عندنا من الدقيق هنا شوية كده، اللهم صل على النبي، نوسع لنفسنا كده. حلو. بعمل ايه يا عم الشيف؟ باخد شوية دقيق صغيرين من دول كده بحطهم هنا. خدت بالك بقى من التركاية دي؟ بقى دي التركاية اللي بتكلم عليها. ليه حطيت دقيق يا شيف هنا؟ عشان ده لما يخش جوه صدر الفرخة يثبت وما يصيصش معايا، ده مهم جدا. واخد صدر الفرخة المحترم ده كده. أساتذة المصورين حبايبي، مخرجنا الجميل، وافتح الصدر ده كده. الله عليك، اهو شفت الجو ده كده اهو. بنروح على المطابخ الفرنسية او المطاعم الفرنسية، المطاعم المشهورة، المطاعم اللي بتعمل اكل انترناشونال، ده بنلاقي فيه اسماء في المنيو بتاعهم غريبة شوية. ده واحد. شوف التاني مع بعض. انا عايز بس اشوف انا عملت كام تركاية هنا. التركاية الاولى او الخبرة الطاوية بتقول ايه؟ تبلت الفراخ بطريقة بسيطة وسهلة، توم، مستردة، عصير ليمون، ملح وفلفل. حلو. وبعد كده حطيت صدور الفراخ بعد ما حضرتها وفتحتها، شايفه الجيب اهو كان الصدر ما فيهوش حاجه. حلو. تاني كمان واحد اخير اهو، ده صدر الفرخه طالع من التتبيله، في المستردة، في الليمون، في الزعتر، شايفين ازاي؟ اهو زي الفل. نفتح كده من جوه اهو، الله، وناخد الحشوه دي لطيفه وجميله اهو، واحطها هنا. خلي بالك مع الحشوه دي الموزة بتاعت الصدر أنا مقطعها مع المشر، غناوة بقى، خلي بالك. زي الفل. وأخلي دول على جنب، الحاجات اللي أنا مجهزها دي كده عايزها، المشروم الباقي معايا والصلصة الباقية معايا، مهم جدا على فكرة. وأنا شغال هعمل إيه بقى؟ هو ده الكلام. عندي كريمة لباني باخد منها شوية وأحطها هنا هنا. ايه الجو ده يا شيف؟ ايه الجو الحلو ده؟ واقلبها كده. عايزهم دول عايزهم دول، اوعى تفرطي فيهم. تاني مكان تتبيله الفراخ حطيت عليها كريمه لباني وخليتهم على جنب، وباقي المشروم اهو. ركزي بس معايا، بنجيب طاسه شديده الحراره زي دي كده ونخليها على جنب. عايز اعلمك ازاي تعملي طبق مشهور في المطبخ الفرنسي بتدفعي فيه مبلغ وقدره للامانه والله مش اقل من 300 جنيه. يا نهار ابيض، في صدر فرخ مع شويه بطاطس مقليين وشويه خضار سوتيه ادفع 300 جنيه واقوم؟ يعني بصراحه الواحد بيزعل قوي. ولكن لما اعمله في البيت هعمل للاولاد كلها والجيران والحبايب بال 300 جنيه دولت، هعمل وجبه كامله من صدور الفراخ الكوردون بلو. بعد ما تبلته وحشيته بالشكل ده كده باخده زي ما هو في شويه دقيق. ما اعمل ايه؟ اعطر الدقيق ده. اعطره بايه يا شيف؟ بشويه مستارده، سوري، بشويه زعتر، شويه بابريكا. تعطيره حلوه كده زي الفل. ومعانا طاسه بتسخن على النار، واقلب الدقيق ده كده بالزعتر والبابريكا، واخده زي ما هو كده يا عم الشيف واحطه هنا. مش لازم نقفله بتوزبيكس خالص، اعلمك ازاي الحشوه ما تطلعش بره. نفس القصة. بعد المطابخ بتحطه في البيض والبقسماط. أنا مش هعمله لا بيض ولا بقسماط. زي ما هو. بس حذاري، تحطي مع التتبيلة بتاعتنا زيت زيتون أو زيت في التتبيلة. زي ما هو كده يا عم الشيف. بس خلاص. عندنا الطاسة بتاعتي. بحط فيها شوية زيت، اللهم صل على النبي، زيت زيتون، من الزبدة مكعبين، تعالي يا حلوة يا بيضة، حلو قوي. شفت بقى التركاية؟ زيت وزبدة مع بعض، واخد صدر الفرخة ده كده المحترم ده كده وانزله هنا كده، الله. وده كمان اخو بنفس الطريقه.
الله. الحشوة مش هتطلع بره يا شيف، احنا مع بعض، هنروح من بعض فين؟ زي الفل. واشيل كل ده انا مش عايزه، واسيبهم في النار يا عم الشيف لغايه لما يتحمروا مع بعض. ده الطبيعي. عينيا اعمل لك كل حاجه دلوقتي. شفت الجو ده كده؟ وروى مطبخي. ولكن قبل ما اطلع الفاصل بتاعي، فاكرين المشروم والحشوه اللي انا كنت بحشي بيها من شويه؟ عايزها، ده ما يترميش بره. فاكرين التتبيله اللي انا كنت بتبل بيها الفراخ؟ حطيت عليها كريمه لباني وخليتها على جنب. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اللحظات الاخيره والتركيه الاخيره لولاده الكوردون بلو بالوايت صوص او بالمشروم حسب رغبه حب ولادك للصوصات، ومن المطبخ الفرنسي ولكن بخفة يد مصرية. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. صدور الفراخ الله تتناغم بالشقاوة بتاعتها مع الزبدة وزيت الزيتون. شايفين الكوردون بلو بتاعنا اللطيف الحلو؟ في مدرسة وتحطه في البيض والبقسماط. بصراحة أنا ما بحبش وجود البيض في صلصة زي دي كده. عندي شوية مشروم محترمين فاكرينهم، بنزل بهم هنا كده. شوية الدقيق اللي أنا حاططهم على المشروم وأنا بحشي الفراخ هيلعبوا دور البطولة هنا. هو دور البطولة يا شيف، هيخلوا الصلصه بتاعتي دي قوام زي ما هي كده على النار زي الفل. عندي شوربه، عندي ماء بيغلي باخد منه شويه كده. الله، ما انا عايز صدور الفراخ دي تستوي. اقوم اعمل ايه اللي انا بعمله ده كده؟ يا ويلي، هو ده تمام. واقلب كده واغطيه واسيبه هسه. يعني ايه يا شيف؟ يعني اسيبه تقريبا ما بين 10 دقايق او 15 دقيقه صدور الفراخ تستوي، ونشوف الصوره الحلوه مع بعض على الشاشه. على صدور الفراخ ما تستوي، تعالوا نشوف الطبق الثاني معانا النهارده، طبق المكرونه بالبتنجان. وسلم لي على البتنجان. ازاي نعمل طبق لطيف وجميل من المطبخ الطلياني؟ يبقى احنا جمعنا ما بين المطبخ الفرنسي والمطبخ الطلياني النهارده في الحلقه بتاعتنا. طبق فرنسي اللي هو الكوردون بلو بنعمله بالمشروب، وهنعمل طبق مكرونه جامد جدا بالبتنجان. بتنجان عروس اللي هو الابيض والاسود عشان الاثنين ما يزعلوش من بعض. ومعانا مكرونه بنه، يفضل المكرونه البنه. ومعانا طبعا هريسه حلوه حمراء، ومعانا التوم بتاعنا والبصل وشويه روزماري وشويه زعتر وحاجه لطيفه وجميله. أول حاجة بحضر البتنجان، ياخد تحميرة حلوة كده، نشوف هنحمره مع بعض إزاي، وتبقى شخصيته مع المكرونة لطيفة وجميلة وباينة معانا. هناخد البتنجان زي ما هو بالقشرة بتاعته أو بالجلدة بتاعته الخارجية، أنا حاببها. هتعمل برزنتيشن جامد قوي وأنا بعمل طبق المكرونة. سكينة حلوة كده. حلو، ونمسك البتنجان ده يا عم الشيف. نقطعه. مهم جدا. طب ينفع ابيض بس واسود بقى؟ عادي، اختياري يعني، اللي موجود عندك في التلاجة او اللي انت اشتريتيه مفيش مشكلة. طب ينفع بتنجان نوع تاني اللي هو الكبير بتاع المسقعة؟ ينفع. بس ليه اخترت ده يا شيف؟ يعني الاتنين لما يكونوا في طبق مكرونة بألوانهم الحلوة دي كده بالتأكيد هيبقى الشكل حلو. وفي نفس الوقت كمان البتنجان الصغير ده او العروس ده بيبقى قلبه ابيض مع طبق المكرونه بيبقى لطيف وحلو. بس اذا عندك البتنجان العروس الكبير او البتنجان الرومي بيسموه يعني، ده مفيش مشكله. بتاع المسقعه طبعا. صدور الفراخ هنا بتستوي، مستنيه الكريمه اللباني تتوجها وتغلفها. دول كفايه البتنجان ده كده. اللهم صل على النبي. بنقطعه بالشكل ده كده.
بالطول يعني زي ما انت عايز. اه الطبق ده على فكرة الخبرة الطهوية فيه في تسوية البتنجان مش في المكرونة. اه شفتوا التقطيعة دي مهمة جدا. اه سامعين صوت الفراخ وهي في قلب الطاسة تتناغم مع الصلصة بتاعتنا. اه شايفة القطعية دي مهمة جدا. اه الأسود زي الأبيض في التقطيعة عشان كده اخترت نوع البتنجان ده. عند الزيت بيسخن على النار. طب يا شيف مغازي مش عايز احمرها في الزيت، انا عامله دايت عامله رجيم يعني مش حابه الحاجه فيه تحميل في الزيت، بتاخديه زي ما هو كده بتحطيه في صينيه بتحط عليه زيت زيتون شويه زعتر شويه بهارات حلوه من ايدك الحلوه وتحطهم في قلب صينيه وتدخلهم الفرن. الله هيتحمروا بعد التحميره الحلوه دي كده بتكون مجهزه الصلصه بتاعتك اللي هو صوص الطماطم مع التومه حلوه شويه زعتر على النار اتسبك بنسقط بالبتنجان بتاعنا اللي اتشوى في الفرن ونسيبه ياخد غلوه اتنين تلاته بتكون المكرونه بتاعتنا نص سوا بتنزل في قلب البتنجان او قلب الصلصه بتاعتنا تاخد السوا التمام. اه لا انت شايفهم كتير على فكره دول لما يتحمروا هيبقى شويه صغيرين قوي على فكره. هناخد البتنجان زي ما هو كده بالشكل ده كده زي ما هو. اه وفي قلب الزيت بتاعنا اللهم صل على النبي. اه العب يا بتنجان. اه في قلب الزيت. اه الله حلو قوي تقليبه ونسيبه براحته خالص لغايه لما يتحمر. اه ونشوف اخبار الكوردون بلو. الله 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 ناخد معانا فاكرين ده كده. اه يا ويلي يا ويلي الطبق ده من المطبخ الفرنسي ولكن بخفة دم مصرية واخد الطعم المصري. اه الصلصة الجميلة الحلوة لقيت الصلصة تقلت معاكي. اه فك لا طلعت الحشوة منه لا زي ما انتم شايفين كده. اه مش لازم بقى تحط توزبيكس وتنسيه جوه تيجي حماتك تاكل منه تلاقي لها طلع لها توزبيكس بين سنانها قصدها مش قصدها احنا مالناش دعوه ده اللي حصل. اه جوزك يلاقيها بتحصل يعني وبعض المطاعم والله بتلاقي التوزبيكس اللي قافل بيه الشيف في قلب الكوردون بلو لسه ما طلعوش منه. اه بيبقى مستعجل الا كارت بقى وعنده اوردرات. آه. شايفه الكوردون بلو زي الفل هنسيبه ياخد غلوه على النار ونجهز مع بعض المكرونه بتاعتنا. طبيعي سلق المكرونه عباره عن رشه ملح جريئه في ميه مغليه مخلوطه بمعلقه زيت زيتون. ناخد المكرونه بتاعتنا بنحضرها نص سوا اوعي تسويها تسويه كامله. اه 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 مكرونه بينا مش عارف جايبين كتير ليه كميه كبيره قوي على فكره. اه دي تكفي العيله والجيران والحبايب. اه دول كفايه قوي. اه هل اه زي الفل سيب المكرونه على النار ونجهز مع بعض الصلصه بتاعتها. ايه بقى صلصه البتنجان دي يا عم الشيف اللي بتتكلم عليها دي؟ عباره عن زيت زيتون ده اساسي زبده ثوم بصل تاني. اه زيت زيتون معلقتين تقريبا بنحط عليهم مكعبين من الزبدة على ما الزبدة تسيح معانا معانا بصلاية حلوة كده بنقطعها مع بعض جوليان أو شرايح اللهم صل على النبي. آه. تبان شخصيتها مع البتنجان. آه شايفين الجو ده كده؟ آه سكينة نازلة لوحدها باخدها زي ما هي كده يا عم الشيف. الله هو ده شوية زعتر محترمين بتنجان بيستوي. واسيب البصلة كده على النار مع الزبدة ما نزلش خالص بالثوم دلوقتي نهائيا
شايف البصلايه تكلم مصر في قلب الطاسه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ رشه الزعتر الجريئه الحلوه او الريحان او البردقوش، مع البصلايه على النار بترحمك من الدموع بتاعه البصل وبترحمك من ريحه البصل. شايف الجوده كده؟ معايا فص توم حلو، استنى عليه ياخد هسه كده، ياخد لون. بعمل انا شويه صوص طماطم حلوين، الكوردون بلو بتاعي جاهز. عدلوا يا شيف، ده عدلوا شويه بطاطس مقليه، شويه خضار سوتيه من البروكلي والجزر والكوسه، بطاطس برضو سوتيه. يا اما ان احنا هنقدم معاه طبق مكرونه دلوقتي، اللي هي مكرونه بالبتنجان. ننزل بالهريسه الحلوه، شايفين دي كده لطيفه، انا بحبها دايما مع الصلصات. معانا صوص طماطم محترم، اللهم صل على النبي. هو ده هو ده هو ده، الله ينور يا شباب، هو ده. واسيبهم على النار. الله يسامحك يا شيف، انا معايا حموضه مع الطماطم. انت كنت ماشي زي الفل، انا باكل من صوص الطماطم ده بتجيلي حموضه. نعالج الحموضه برشه سكر جريئه نازله على صوص الطماطم تتناغم. السكر مع الطماطم بيشيل الحموضه ومشاكل القولون، ونسيبها تغلي على النار. نظبط الملح والفلفل بتاعنا زي الفل، ده الطبيعي. البتنجان لسه بدري عليه، ممكن حابين تطلعوا فاصل يا شباب عشان البتنجان يتحمر وندوله فرصة ياخد لون، عشان شخصية البتنجان في لونه. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف مع بعض ازاي نعمل طبق باستا بالبتنجان اللطيف الجميل الابيض والاسود. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. اكيد لما بتعب في طبق بعمله، يعني لازم اجيب له طبق حلو كده اغرفه فيه. معايا صوص الطماطم اللطيف، حاضر يا غالي، حاطط روزماري. روزماري يعني المفروض ده تكون عارفه، يعني اهو ده روزماري. شفت الروزماري ده كده مع البتنجان شخصيته بتبان. ده روزماري نزل مع صوص الطماطم، بالتاكيد هنا بيبقى التست عالي قوي. حطينا روزماري، حطينا زعتر. شفت شويه الطماطم دول؟ الله، تخديعه يعني، بنسميها في الصعيد الجميل والريف المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو، دي اسمها التخديعه. الصلصه فين؟ البتنجان. الله، اسيبه يتصفى من الزيت، واخد صوص الطماطم الحلو ده كده. مكرونه بالبتنجان يا شيف، هنعرف مكرونه باللحمه المفرومه، مكرونه بالجمبري، مكرونه بالدجاج، انما مكرونه بالبتنجان، سيد الموقف اهو. شوف البتنجان ازاي في قلب الحله. محددين احنا اقامته ما بين مسقعه وما بين مقلي مع طبق طعميه. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ نسيبه ياخد غلوه بقى، انساه شويه على ما نشوف اللي عندنا. بس ده ما يمنحش ان احنا نشوف المكرونه بتاعتنا اخبارها ايه. نص سوا لازم. شفت زي كده؟ لازم البتنجان يتقطع بالطريقه دي، شرايح رفيعه عشان لما يتحمر يدوب مع الطماطم. الله، حلو قوي. المكرونه اخبارها ايه؟ هو ده اللي انا عايزه. باخد شويه ميه من سلق المكرونه، شويه ميه من سلق المكرونه، بسقط بهم كده على البتنجان. يا ويلي يا ويلي، هو ده. ونقلب. ده الطبق ده بيتكلم مصري، لان البتنجان ده من ارض مصريه، له طعم ومذاق تاني خالص. شايفه؟ واخد شويه ميه كمان، عايزه شويه ميه. ولا هيبان لها اثر دلوقتي. انا حابب المكرونه تستوي مع البتنجان، واشيل دي من هنا ونقلب كده. وتسيبه على النار شويه، المكرونه تكمل سواها.
والبتنجان يكمل سوا. مش لازم كل يوم مكرونه بالبشاميل، مش لازم كل يوم مكرونه باللحمه المفرومه، مش لازم كل يوم مكرونه بالدجاج، مش لازم كل يوم مكرونه بالسجق. جربي تعملي بتنجان ابيض واسود كده وتقطعيه وتعمليه مع طبق مكرونه زي ما انا عملت دلوقتي، بس بنفس مدرسه المغازي، زعتر، روزماري، بصله، تومه، زبده، زيت زيتون على النار. تعالوا نغرف البكاتة مع بعض، جاهزه هي كده. اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب قلبك يطيب. عدل الطبق ده شويه خضار سوتيه يا اما بطاطس بوريه. الله، مش بنهزر احنا يا شفيق، يفك ليه يعني؟ فين الخبره الطهويه؟ شايف هرم اهو، صدر الفرخه تحس ان هو صدر ديك رومي. في قلب الطبق. ثلاثه ورا بعض. زي ما هم كده، باخد الصلصه الحلوه بتاعتي دي كده احضرها واجهزها. انا هوريك صوره حلوه دلوقتي. شايف ده الصوص ده؟ الصوص ده رهيب، في المستردة والزبدة والكريمة اللباني، عاملين شغل جامد قوي. اخده زي ما هو كده، تاكل صوابعك وراه. يا ويلي يا ويلي، الأحمر ده لهاليبه. هو ده على فين؟ على الكنترول. طب خليه هنا شوية. عند الأستاذ المصور الجميل ده. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ هنعمل دلوقتي طبق سلطة حلو مع بعض، سلطة الكرنب بالجزر. ولكن المعتاد ان احنا بنعمل سلطة الكولسلو اللي هي بتبقى كرنب وزبادي او مايونيز، وبناكلها ببعض المطاعم. انا النهارده حابب اعملها بطريقة جديدة، اللي هو زيت الزيتون وعصير الحامض وكرنب وجزر مبشور. بس في مدرسة كده خبرة طهوية في عمل سلطة الكرنب من غير زبادي ولا مايونيز. المقادير شفناها على الشاشة، نبدأ نشتغل. لا داري حان، حسب الرغبة. سلطة الكرنب نشوفها مع بعض يا اخوانا. يلا يا حبايبي، حلو قوي. تعالوا نشوفه مع بعض هنقطعه ازاي. حلو قوي. بجيب الكرنب والمقادير على الشاشه. كرنب ده اساسي، جزر مبشور، بصل شرايح لطيف وجميل، واختار الابيض او الاحمر منه مفيش مشكله، وعصير الليمون بتاعنا مهم جدا في الطبق ده. ما تنسيش بقى معلقه كمون حلوه عشان الحموضة وعلشان الكرنب ومشاكل الكرنب مع الكولون. الناس اللي بتعاني من مشاكل الكولون. لا المكرونة، عايز اقول لك فين المية؟ يا راجل يا طيب، انا قلت لك فين المية؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ فين البتنجان؟ طلع لي البتنجان كده مقلب المكرونة الابيض او الاسود ده. خلاص اهو اهو اهو، شايف؟ طب ده جاهز للغرف. طبق جاهز للغرف. نغرفه الطبق الحلو ده كده. الله، حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، حاجة جديدة والله، نجرب. أنا دايما بحكم على الأكلة بعد ما بدوق. بتنجان ومكرونه، والمكرونه مستويه مع البتنجان، دي مدرسه مغازيه. لا الاسود ده انا عايزه جمال على فكره، انا قاصد ان انا ما اقشروش. الله، هو ده هو ده. عود روزماري او زعتر حلو كده. طبعا معاك طبقين حلوين تروح وتيجي عليهم كده بألف هنا وشفا. جوزك بيحب الحار، حط له أرض فلفل حار عشان يقوم بالطبق ده لوحده، ينسى ان هو بياكل بتنجان. وما نستهزاش بالبتنجان يا اخوانا في الاطباق الجميله الحلوه. المطبخ الغربي مهتم بيه جدا، خلوا بالكم.
يعني الروزماري او قصدي الروزوتو لما يتعمل بالبتنجان حاجه جديده. تعالوا نعمل السلطه الحلوه دي مع بعض. بس انا برتب مطبخي كده عشان هبدا دلوقتي اقطع شويه كرنب حلوين، ونشوف ازاي نقطع الكرنب بتاعنا واحنا بنعمله سلطه. بس ده ما يمنعش ان احنا نطفي النار عشان فاتوره الكهرباء ما تجيش عاليه. حلو بالشكل ده كده، ونهدي الزيت. حلو قوي. دايما لما بنيجي نعمل الكولسلو بيبقى فيه مصفاه، بعد ما بنفرم الكرنب بالسكينه بنحطه في مصفى علشان ينزل الميه بتاعته. انا باخد الكرنب ده كده، والله الاستاذه ريحان بتقول نضرب الكرنب في الكبه، دي لواحد يعني لست البيت اللي هي عايزه تخش المطبخ تعمل اي حاجه وخلاص، انا مش بحب كده خالص. فرمنا الكرنب في الكبه، شخصيته كده مش لطيفه، لازم الكرنب ده يتفرم زي ما انا هفرم دلوقتي بالسكينه بالشكل ده كده. شوف انا برصه ازاي. عشان كده سايبه للاخر. تاني قلب كرومبايه ده يا اخوانا، ام الله يرحمها كنت ارجع من المدرسه لا تعمل محشي كرومب، عايز اكل كانت تمسك لي راس الكرومبايه دي وتقشرها لي، طعمها عسل. حد قبل كده اكل راس الكرومبايه دي متقشره؟ انا عارف الزمن الجميل. زي ما هي كده. انت هتفرمه بالسكينه ازاي ده يا شيخ؟ الاستاذ عايز تفرمه في الكبه. طبعا يعني حاجه سريعه وسهله. تمام زي الفل. اشيل دي بعدين بعد ما اخلص الحلقه. على فكره انا هقشر راس الكرومبايه دي يا شفيق، جيبها بالله عليك عشان افتكرت دلوقتي. تقشر بسكينه صغيره كده وناكل احلى من المانجا، خلي بالكم. هعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه اعملها هاخد الكرنب ده زي ما هو كده، ونيجي هنا كده نشيل الايه؟ العروق التخينه دي كده، وانا شغال كده. شفت الطريقه دي كده؟ كده خلصت منها. دي العروق التخينه مش عايزها. حلو قوي. وناخد الكرنب زي ما هو كده، يكون عندك بلانشه كبيره، ونيجي في النص كده قاطعينه بالسكينه كده، خلي نص هنا ونص معانا تحت السكينة. وناخده نقلبه كده. الله عليك وعلى والدك وتحت السكينة يا مغازي، وتعلم ازاي تمسك السكينة وتمسك الكرنب تحت ايدك وتقدري تتحكمي فيه وينزل تحت السكينة زي الشعرة. السكينة حامية. وانا شغال. بتجيب الكرنباية اللي وزنها خفيف. شفت التقطيعة دي؟ لو جبت مفرمة اختراع ياباني عمره ما يفرم لك الكرنب بنفس الفرمة دي، خلي بالك. ليه؟ حد سأل ليه؟ في تكنولوجيا دلوقتي وفي تطوير دلوقتي. أنا عايز أحافظ على مية الكرنب، على الكبريت بتاع الكرنب، على البوتاسيوم بتاع الكرنب. تعرفين الكرنب غني بالكبريت. ده عنصر معدني مهم جدا الجسم بيستفيد بيه. هناخده كده زي ما هو. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ طيب ما خدتوش بالكم من الاولى، ناخد بالنا من الثانيه. يلا يا شفيق انا مدلعك النهارده والله. شايفين الكرنب ده كده؟ زي ما هو باخده كده اقلبه كده تحت السكينه. واجيب السكينه دي مش عايزها. السكينه هي نازله لوحدها، لازم بايدك كده. الوقفه دي لازم مهمه جدا، تفاصيل معانا وفرسان التلفزيون المصري، تفاصيل صغيره خالص اهي. قبضه ايدك للسكينه مهمه جدا بنفس الطريقه زي الشعره. ولازم ايدي تبقى تحت السكينه كده، وخلي بالك اوعى تعوري نفسك. قلت لي الشيف المغازي علمني كده وفي الاخر تدعي عليا. تضحكي انا عارفه. ولا كبه ولا خلاط ولا مفرمه. هنا السوائل اللي موجوده في الكرنب موجوده. لاخر قطره.
اللهم صل على النبي زي ما هو. بص بص انا عايز اوريك حاجه، بص شوف التقطيعه، شوف التقطيعه. انا بديك حاجات تحطها في البرومو تلعب بيها، ما تلاقيهاش في اي سوشيال ميديا. ده كروم، زي ما هو كده. حلو قوي، نلم الدنيا دي كلها. حلو، لازم تكون البلانشه بتاعتك نظيفه، مهم جدا، عشان الحاجه اللي تقع على البلانشه نستخدمها من الرماش، مهم. وتروقي مطبخك اول باول. وتعالوا نشوف هنتبل الكرنب ده ازاي، اللي احنا شايفينه كميه كبيره ده. طبيعي الكرنب مع عصير الحامض وزيت الزيتون اول ما بيختلطوا بيه عامل زي السبارخ كده، تلاقيه هبط على طول. حاضر يا فندم، ننزل بزيت الزيتون. السلطه دي لازم تتبليها بنفس الطريقه على الكرنب كده. شايفين زيت الزيتون نازل يتناغم على البارد، مفيش اي مشكله خالص. ننزل بعصير الليمون. فين عصير الليمون؟ ركزوا في الموضوع ده عشان ده مهم جدا. شويه الملح التمام على الكرنب بتاعنا. شويه السكر التمام على الكرنب بتاعنا. وبايديا كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. السلطه دي لازم تعملها بالطريقه دي كده. شفت انا بشتغل ازاي؟ هتلاقي شويه الكرنب دول اتلموا في ايدي دلوقتي مش باينين. تاني عملت ايه يا شيف؟ زيت زيتون، عصير ليمون، اللي هياكل من السلطه ده يدعي لي. زيت زيتون، عصير ليمون، ملح، سكر. الله الله، خلاص حلاوتك. نجيب طبق التقديم معانا. طبق حلو كده انت فرحانه بيه، طلعيه من الدولاب. حلو، ونيجي هنا كده وعايز اقدمه للاولاد. اعمل ايه؟ معايا جزر مبشور، اللهم صل على النبي. بناخد شويه كرنب كده. الجزر ما تجيش جنبه، هو لوحده كده هتاكليه تلاقي طعمه حلو. هقول لك ازاي دلوقتي. واخد الجزر زي ما هو كده. شوف الطبق ده كده من كل الاطراف ومن كل الزوايا هيعجبك. عشان كده جبته ازاز. وناخد الكرنب بتاعنا. لوحه فنيه يا شفيق. محدش معايا خالص النهارده. ايوه كده، اظهروا اظهروا كده، اظهروا كده، سلوني، بحس بالوحدة. وعملت طبق سلطة لوحة فنية بتلاتة تعريفة. اعتقد الكروباية دي بنعدي عند بتاع الخضار، نبص لها كده. وانا ناقص اعمل محشي، انا لسه واكل محشي من امبارح، لسه كان عند امه، واكل محشي ولا جاي من عند حماته. وارد يعني. ناخد شوية الكرومبي دول. حاضر والله خلصت. بس انا فرحان بالكرنب بصراحه، انا عايز الحلقه تخلص عشان اكل الكرنب ده. لا مفيش اي انتفاخ، مسؤوليتي انا. السكر والليمون وزيت الزيتون زي الفل. حلقه النهارده فيها تفاصيل، فيها خبره طهويه، ايه الاماره وايه العلامه. الصوره الحلوه اللي قدام حضراتكم، كوردون بلوم المطبخ الفرنسي بخفه دم مصريه وبطريقه بسيطه وسهله. وفرت عليك كتير، طبق بتدفعي فيه مبلغ وقدره. عملنا كمان طبق مكرونه جامد جدا بالبتنجان، بيتكلم ايطالي بيتكلم مصري، ولكن هو لازم يتكلم مصري لانه معمول ببتنجان مصري من خير ارضنا. ومعانا السلطه اللطيفه الحلوه، سلطه الكرنب الحلوه اللي الاولاد بيحبوها، عملتها بشكل جديد وبطريقه جديده. ودي تفاصيل بسيطه وسهله ولكن القيمه الغذائيه عاليه جدا. يعني استحق من حضراتكم المقوله الشهيره اللي الصين حفظتها واليابان حفظتها، مطبخنا على شاشه القناه الاولى رؤية، فن إبداع. الكلام ده منين؟ من مزبيرو.
ترجمة